We are eight members in different specialties. Two neurologists, two interventional cardiologists, internists, pediatric oncologists, and myself. And we are providing specific medical therapies as well as medical training for residents and medical students, including interventional cardiologists, stenting, interventional peripheral stenting, EMGs, pain management, internal medicine, physician training and treatment of doctors, and endoscopic therapies. We brought with us lots of medical supplies and the passion to help people. Our members have done exceptional job. They're busy 24/7. We also met with our doctors and our medical students and residents on one-to-one teaching. We are really grateful for our members for the wonderful job they're doing. غادرت سوريا منذ 25 سنة ولكن دائما حنيننا للبلد اللي ولدنا فيه لأهلنا الموجودين هون لناسنا واللي عم يصير بهالبلد ما هين علينا كثير يعني فحاسين إنه لازم نرجع ونقدم شوي ونساعد باللي نقدر عليه أهالي هالبلد الموجودين هون. نحن اختصينا بمجال معين وصار في عنا خبرة بمجال معين وبعتقد بهالفترة هاي خصوصا إنه في ناس كثير ممكن تحتاج لنفس الخبرة اللي عنا، فهدفنا نيجي لهون نشوف الوضع على الأرض ونشوف فينا نقدم مساعدة بشكل مباشر كشخصيا هون. الحقيقة دافع أكيد يعني إرضاء رب العالمين إنه الله أعطانا علم، وهالعلم هذا له زكاة، وهالزكاة هي إنه بتكون بمساعدة أهلنا وأحبابنا هون يعني. وطبعا ما في شك الغايه الاساسيه انه ما نشعر حالنا منسلخين عن اهلنا واحبابنا وبلدنا اللي احنا ولدنا ونشأنا وتربينا فيها. هالوفد الجاي من امريكا بده يعمل لي يفتح لي شريان الاوعيه العضد الراسي يفتحه والله يسير الفتح غير حياه ثانيه بالصفر بيولد الواحد من جديد. صرنا ندور على المشافي. اخر شيء اليوم الحمد لله رب العالمين همه الدكتور حكمت سوينا العمليه وان شاء الله يعني طمنونا الشباب اموره ان شاء الله كويسه عال عال الحمد لله.